تثبيط الأنزيمات. ما هي المثبطات؟ هي عبارة عن مركبات كيميائية تقوم بتخفيض معدل سرعة التفاعلات الحيوية، وفي حالة الأنزيمات فإنها تخفض سرعة التفاعل الأنزيمي وربما توقفه تماما، وذلك من خلال التأثير على ما يلي: الموقع الفعال أو الجزء البروتيني الفعال في الأنزيم أبو أنزيم، أو بتأثيرها على المرافق الأنزيمي الإيونات المعدنية والجزيئات العضوية، أو بتأثيرها أيضا على المجموعات الرابطة في الأنزيم. وعادة ما تستخدم هذه المثبطات في دراسة المسارات الاستقلابية والأدوية والسموم. تصنيف المثبطات: للمثبطات عدة تقسيمات أو عدة أنواع. هناك المثبطات التنافسية، وهناك المثبطات الغير تنافسية، وهناك المثبطات اللا تنافسية. أولا المثبط التنافسي، ويقوم المثبط ورمزه I بالتفاعل مع السوبستريت في الاتحاد مع المقر الفعال. وكما نلاحظ من المعادلة فإن هذا التفاعل عكوس، أي أننا نستطيع أن نعيد فصل هذه المادة المثبطة عن الأنزيم مجددا. يعتمد هذا النوع من التثبيط على تركيز المادة المثبطة وعلى تركيز السوبستريت، وأيضا على الألف ما بين المثبط والسوبستريت، فبزيادة تأثير السوبستريت يقل تأثير المثبط. هذا المثبط التنافسي كملاحظة غالبا ما يشابه السوبستريت في تركيبها الكيميائي، فمثاله إنزيم ساكسونيت ديهيدروجينيز، والذي يحول مادة الساكسونيت إلى فيوماريت. ولكن هناك مادة أخرى تسمى المالونيت، هذه المادة تشبه مادة الساكسونيت من خلال احتوائها على زمرتين كربوكسيليتين، وللأسف تقوم هذه مادة المالونيت بالاتحاد مع الأنزيم بملء جميع المواقع الفعالة، وبالتالي تمنع هذا الأنزيم من إجراء التفاعل الأصلي على مادة الساكسونيت المسكينة. نستطيع هنا من خلال رسم لاينوفر بيرك من أن نلاحظ ما هو التأثير، ما هو الفرق الذي يطرأ على التفاعل بوجود المادة المثبطة. ومن خلال الرسم نلاحظ بأن السرعة القصوى لا تتغير، بينما تزداد قيمة كائم ثابت ميكلز، وهذا مؤشر على انخفاض الألف ما بين الإنزيم والسوبستريت. ثانيا المثبط غير التنافسي. هنا المادة المثبطة غير التنافسية لا يشترط أن تتشابه مع السوبستريت في تركيبها وشكلها الكيميائي، بل هي تكون مغايرة له، ولكنها تتصل مع الأنزيم في مواقع أخرى غير الموقع الفعال. ونلاحظ هنا أن المثبط غير التنافسي لا يتنافس مع السوبستريت على الارتباط بالمقر الفعال، وبالتالي فإن زيادة تركيز السوبستريت لن يغير في الواقع شيئا، أي لن يلغي تأثير المثبط. هناك نوعان من المثبطات غير التنافسية: هناك المثبط غير التنافسي العكوس، وهناك المثبط غير التنافسي اللاعكوس. المثبط غير التنافسي العكوس يشكل نوعان من المعقدات. المعقد الأول هو EI، أي معقد أنزيم ومادة مثبطة، والمعقد الثاني هو عبارة عن ESI، أي إنزيم ومادة مثبطة وسوبستريت. وهذا المعقد الثاني EIS سوف يتفكك ليعطي أيضا النتائج، ولكن بزمن بطيء جدا. أما المثبط غير التنافسي غير العكوس ففيها يرتبط هذا المثبط برابطة تساهمية مع أحد الأحماض الأمينية. هذه الرابطة التساهمية قوية جدا، يصعب كسرها، وبالتالي يبقى مرتبطا بالأنزيم، وهذا ما يسمى بتسمم الأنزيم، حيث يتحور الأنزيم بشكله الفراغي ويبدأ بفقد فاعليته الحيوية. أشهر من يقوم بهذا التثبيط غير التنافسي غير العكوس هو المعادن الثقيلة، أيونات المعادن الثقيلة كالزئبق والفضة والرصاص، والتي ترتبط بزمرة الثيول المتواجدة في بعض الأنزيمات. ومثال آخر هو لغاز الأعصاب إيزوبروبيل فلوروفوسفيت، هذا الغاز يقوم بتثبيط أنزيم أسيتيل كولين أستريز،
من خلال ارتباطه بالزمر الهيدروكسيلية للحمض الأميني السيرين داخل بنية الأنزيم. الرسم البياني للاينوفر بيرك يوضح تأثير التثبيط غير التنافسي على مجرى التفاعل الأنزيمي. فنلاحظ بأن الفيماكس السرعة القصوى تبدأ بالانخفاض، وبالتالي سرعة التفاعل تبدأ بالانخفاض بالكلية، بينما كائم ثابت ميكلز يبقى ثابتا، لأن الزيادة في تركيز السوبستريت لا يؤثر أساسا في عملية التثبيط، أي أن الألفة بين الأنزيم وبين السوبستريت تبقى ثابتة، ومهما زدنا في تركيز السوبستريت فإن التثبيط سوف يبقى موجودا على هذا الأنزيم. النوع الثالث للتثبيط هو التثبيط اللاتنافسي، ويمكننا اعتباره أحد عمليات التثبيط غير التنافسي العكوس، حيث يتشكل المعقد EIS من خلال تفاعل المثبط I مع المعقد المتشكل من الأنزيم والسوبستريت. هذا الشكل من التفاعل نستنتج منه مباشرة بأن السوبستريت أساسا متحدة بالأنزيم، وبالتالي المقر الفعال منشغل بالسوبستريت، بالتالي فإن هذا المثبط لن يستطيع أساسا أن يتصل بالمقر الفعال، وإنما يرتبط على مواقع أخرى. والرسم البياني للأخ لاينوفر وصديقه بيرك يوضح بأنه سوف تنخفض السرعة القصوى، سوف تنخفض قيمة الثابت كائم، وبالتالي لن يمكن التغلب على هذا التثبيط أيضا من خلال زيادة تركيز السوبستريت. ومثال على ذلك زيادة كمية شوارد الهيدروجين البروتونات، فإنها تقوم بتثبيط الأنزيم أنزيم الكيموتريبسين، والذي هو أساسا يقوم باستقبال البروتونات في مقره الفعال.